قلت لهم مصر حبلى بثورة وما تستعجلوش، امتى هتولد ما اعرفش، لكن ده مخاض ثورة وبيقول ان لازم دوام الحلم المحال، وده مسجل. انت ناوي على، قلت له ناوي هروح كلية كل يوم وهروح الجامعات كل يوم وهيجي الجامعة ومش هخلي. بشوف ان بيحلموا بالثورة وماتوا شايلين حلمهم. It was a moment like I was chanting, I was crying. وانا حسيت ان كل كفاح اللي احنا عملناه عبر السنين دي كلها ما راحش هدر. كان في 20 مليون مواطن مصري في الشوارع. 20 مليون، يعني واحد من كل اربع مواطنين ساكنين في مصر في الشارع. شفته تحديدا في ميدان التحرير، واللي لمسته بنفسي ان ميدان التحرير ازال تراب او جبال من التراب، وكانت محطوطه على قيم اصيله داخل كل المصريين. وما ساعتها حسيت انه الموضوع كبير قوي، وانا بعيط. انا ما كنتش بعيط بس على التنحي، يعني انا كنت بعيط على فكره الخلاص. مفاجاه كده بعيط على ابويا، ولاول مره بحس ان طار ابويا يعني كده. خسيش خسيش بدأت لما المبارك أعلن تنحيه. أنا العيد ده بيفخر لأبوه مصر. أنا عايز ابني يعيش في بلد زي البلد اللي عشت فيها، بس مش أكتر من كده. ما عندي هو مدى واحد، مفيش رجوع لورا. عمر مصر ما هترجع تاني لما قبل 25. عمرهم ما يقدروا يخطفوا الثوره. نبرا على الشعب. يلا سمعنا وعشان ارجع تاني بقى للذكريات. مين اللي يقدر ساعه يحبس مصر؟